انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت قال اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايزه اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناة على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الان. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. اول ما الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خيرا. النهاردة هنناقش موضوع مهم، هنتكلم عن رد زكريا بطرس على الوثيقة اللي اتسربت واللي تم فيها إدانته من أسقف سيدني باتهامات خطيرة زي الشذوذ وإثارة المشاكل. عندنا كمان ردود صادمة منه على فضيحة ادعاء وحيد إنه عابر خليجي. ردود زكريا بطرس هتكشف حاجات كتير كانت مستورة، خليكم معانا لآخر الفيديو علشان تعرفوا التفاصيل كاملة. في حلقة سابقة تم نشر وثيقة مسربة تثبت ان زكريا بطرس شاذ وقواد، وابنته جولييت عاهرة، وابنه بنيامين تاجر مخدرات. صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا بيشوي مطران دمياط وسكرتير المجمع المقدس ورئيس دير العفيفة الشهيدة دميانة، نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي. صاحب النيافة، نرجوكم بنعمة رب المجد يسوع ان تزيحوا عنا القمص زكريا بطرس، فلقد تحمل الشعب منه ما لا يطاق، فلقد اشتكى منه العديد من أفعاله التي لا تليق برجل الكهنوت. أولاً، في العاشر من مايو سنة 1999، جاءتني شكوى من فاتن عدلي خيري من شعب كنيسة القديس الأنبا إبرام ببرايتون، تشكو فيها من اعتداء القمص زكريا بطرس على ابنها جورج يوسف إسكندر، بأنه وضع يديه بطريقة غير لائقة على أعضاء الطفل الحساسة والضغط عليها، وهددت بأنها ستبلغ الشرطة الأسترالية لولا أني قمت بتهدئتها حتى لا تكون فضيحة للكنيسة المصرية في الجرائد الأسترالية. وهذا ما أشرت له في رسالة سابقة أرسلتها لحضرتكم. في الرسالة المرسلة في الرابع عشر من مايو سنة 1999، ثانيا في 28 من فبراير سنة 2001، أبلغني أحد المخلصين من شعب كنيسة القديس إبرام بأن القمص زكريا بطرس أتى بفتاة من أصول آسيوية وقام بضيافتها في إحدى الغرف الملحقة بالكنيسة، وأخبر الشعب بأنها فتاة من إندونيسيا مسلمة تريد أن تكون مسيحية، وقال إن أهلها قاموا بطردها وليس لها مأونة، وستقوم الكنيسة بضيافتها إلى أن ندبر لها مسكنا. لكن بعد هذا اكتشفت أن الفتاة تلك ليست مسلمة وليست من إندونيسيا، بل هي باغية من الفلبين، وأنها تقوم باصطحاب عشاقها إلى المسكن داخل الكنيسة بعلم القمص زكريا بطرس، وأنه يأخذ مقابل ذلك مما تفعل غير مبال بحرمة بيت الله ولا بأي شيء. ثالثا، فضائح أسرته التي تجلب لنا نحن الشعب القبطي الخزي والعارة، حيث قامت ابنته جوليت بإقامة ناد للعري، وابنه بنيامين أصبح ملاحقا من الشرطة الأسترالية بسبب تورطه في تجارة المخدرات، وابنه بيتر الذي يدعو إلى معتقدات غير أرثوذكسية. وهناك العديد من المشاكل التي أخبرتكم بها عنه، ولقد فوضت إلى نيافتكم وصاحب الغبطة قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبلاد المهجر التصرف واتخاذ القرار فيه، فلا أنا أرغب في وجوده ولا حتى أي من شعب كنيسته. وبعد كده طلع زكريا بطرس في حلقة حوار الحق علشان يرد على الفضايح اللي ما ينفعش معاها لا تجاهل ولا صمت. قرر انه يقول ان موضوع الشذوذ ملوش اي اساس من الصحة، وكان واضح عليه الارتباك
وحاول يبرر فضيحته بفضيحة تانية أكبر منها. احنا عادتنا ان احنا ناخد بعض المداخلات، بس انا كنت عايز قبل المداخلات احب ان انا اعلق على الايميلات اللي جتني خلال اسبوع والاتصالات التليفونية الكثيرة من احباء يتساءلون عما نشر ضدي في احدى الصحف الصفراء المصرية بخصوص ما يدعون انه وثيقة كنسية للتشهير بشخصي وبأسرتي. زكريا بيقول عايز قبل المداخلات احب اعلق على الايميلات اللي جات لي خلال الاسبوع والاتصالات التليفونية الكتيرة من الاحباء اللي بيسألوا عن اللي اتنشر ضدي في احدى الصحف الصفراء المصرية. يا زكريا محدش بعتلك ايميلات ولا اتصالات، انت اللي شفت الموضوع بنفسك في جريدة المصريون ودخلت على المدونات والمنتديات اللي نشرت فضحتك وشفت الفيديوهات اللي نشرت الوثائق الكنسية اللي بتثبت شذوذك. فقد جاء بالقرآن ان القس بطرس الذي اشتهر بسب الاسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم، ها هذه العبارة توضح مربط الفرس، قصدي مربط البراق يعني، ودوافع الكاتب. عبارة صلى الله عليه وسلم جت في مقال جريدة المصريون ومش موجودة في الوثيقة الأصلية زي ما بيزعم زكريا بطرس اللي دايما متعود على التدليس واستغباء المشاهد المسيحي. أن هذا الكلام الذي نشر عار تماما من الصحة. ليه؟ أسباب. فالوثيقة التي يدعونها هي ورقة مزورة حيث أنها غير موقع عليها من أي شخص. لو بصيتوا في في البيان اللي مطلعينه والخطاب اللي محطوط عليه اسم أسقفية تلاقي تحت ما فيش أي توقيع. ولماذا لم يجرؤوا على تزوير التوقيع بتاع الأسقف اللي نسبوا إليه الوثيقة المزورة؟ ليه ما عملوش يعني كوبي بيست يعني طريقة التزوير بتاعهم، مونتاج وقص ولزقه، وكما فعلوا في خطاب الأسقفية نفسه، جابوا الخطاب فرغوه من الكلام وحطوا كلام حبين ان هو من انشائهم. طبعا مرضوش يمضوا بالتأكيد. ليه؟ خشية رفع قضية تزوير من الأسقف. زكريا بيقول الوثيقة اللي اتنشرت ورقة مزورة لأنها مش موقعة من أي حد. لو بصيتوا في البيان اللي مطلعينه والخطاب اللي حاطين عليه اسم الأسقفية هتلاقوا تحت مفيش أي توقيع. يا كذاب، الناس كلها شافت الوثيقة اللي كتبها الأنبا دانيال وفيها توقيعه، وده نفس التوقيع اللي موجود على وثيقة قبول استقالتك. الأمر التاني، زكريا بيقول وليه ما قدروش يزوروا توقيع الأنبا دانيال اللي نسبوا له الوثيقة المزورة؟ ليه ما عملوش كوبي بيست؟ يعني طريقة التزوير بتاعتهم مونتاج قص لزق زي ما عملوا في خطاب الأسقفية نفسه، جابوا الخطاب وفرغوه من الكلام وحطوا كلام من تأليفهم. واضح جدا تدليسك يا زكريا بطرس في النقطة دي تحديدا، لأن توقيع الأنبا دانيال موجود ومفيش علاقة للمونتاج بوثيقة مليانة أدلة ووقائع واضحة. وكلامك عن تفريغ خطاب وحط كلام مكانه ده لأنك محترف تزوير قديم، زي لما طلعت من زمان وقلت إن معاك وثيقة كتبها الراهب بحيرة. ربنا يشهد إنك كذاب، مش بتقدر تعيش من غير كذب وافتراء وتدليس. ويستمر زكريا بطرس في سرد الأكاذيب فقال طبعا ما قدروش يمضوا بالتأكيد خوفا من رفع قضية تزوير من الأسقف عليهم وعلى الجريدة. يا سلام على الكذب والغباء. توقيع الأنبا دانيال موجود، ليه بتدلس وتخرج عن الموضوع بدل ما تركز على الفضائح اللي الوثيقة فضحتك بيها؟ وقد أخطأ الكاتب في تحديد رسامة الأنبا دانيال اللي بينسبه إليه الوثيقة. في نفس الجواب كاتبين أنه كتب جواب سنة، هو التاريخ لكن بيقول أنه هو كتب قبل كده جواب بتاريخ 1999. والحقيقة ان الانبا دانيال رسم سنة 2002 يا احبه.
يا احبي يلي جايين من نجع اترسم سنة 2002 وخشوا عم جوجل واكتب رسامة الانبا دانيال اوزجو في سيدني هيقول لك يوم سنة 2002. يا ايها الشاذ، هو الوثيقة مكتوب فيها لقد تمت رسامة الانبا دانيال سنة 1999؟ الوثيقة مش بتتكلم عن تاريخ الرسامة اصلا، لكن بتتكلم عن تاريخ الشكوى اللي جت من السيدة فاتن عدلي خيري اللي بتشتكي فيها من انك اعتديت على ابنها جورج يوسف اسكندر. والانبا دانيال كان بيخدم في استراليا دون ان يكون هناك اسقف لاستراليا في ذلك الوقت. ويخطئ الكاتب ايضا في ادعائه انني كنت مقيما في استراليا منذ عام 1992. يقول لك القس زكريا الذي كان مقيما في استراليا منذ 1992. مساء النور. الحقيقه ان انا تركت استراليا في ذلك التاريخ 1992 لاقيم في انجلترا، بس يعني الحكايه عندهم حول في الرتينه. والكلام ده رحت استراليا، سبت استراليا ورحت انجلترا من قبل ما يرسم الانبا دانيال بعشر سنوات. انا سبت استراليا 92، هو اترسم 2002. احسبوها على صابع يديكم ورجليكم. ايوه، انت كنت عايش في استراليا سنة 1992 يا كذاب، والموقع المسيحي نفسه بيشهد على ده، وكنت بتخدم في كنيسة ماري بطرس في مدينة ميلبورن بولاية فيكتوريا الأسترالية، وملهاش علاقة بكونك في سيدني أو حتى كنت في المريخ. الموضوع كله عن الشكوى اللي وصلت للأنبا دانيال من السيدة فاتن عدلي خيري. الوثيقة ما قالتش إنك كنت في سيدني، ولا قالت إن الأنبا دانيال اترسم أسقف وإنت هناك. الوثيقة بتتكلم عن شكوى من قبطية تتبع كنيسة الأنبا برام في برايتون بإنجلترا، واللي اغتصبت طفلها فبعتت شكوى للأنبا دانيال على أمل إنها تلاقي عنده النجدة والغوث، بس كده لا أكتر ولا أقل يا زكريا. وبعدين إزاي بتقول إن الأنبا دانيال ملوش وصاية عليك، ومع ذلك قدمت له استقالتك سنة 2003 وهو اللي قبلها؟ أبسط دليل إن اللي اتكلم عن مشاكلك نصارى زيك ومن دينك، وخاصة الكلام اللي قاله الأنبا بشوي عنك. فعلا عموما زكريا بطرس طول عمره صاحب مشاكل، واتوقف سنة في عهد البابا كرولس وسنة في 9 سنين في عهد البابا شنودة، واتنقل كذا مرة من كنائس لكنائس لكنائس، وآخرها اتوقف لأن ضرب واحد بالشلوت جاب له عهد على مستديمة في. يعني اللي فضحوك هم أصدقائك ورجال دين زملائك في مهنة الكهنوت يا زكريا. طيب أحب أفكرك بفضحتك أنت وحيد. فاكر يا زكريا لما طلعت أنت وحيد في فيديو وحاولت تخلوا الناس تصدق أن وحيد عابر خليجي من الإسلام للنصرانية؟ لبستوا عباية وخلتوه يتكلم بصوت خليجي علشان يبان طبيعي، لكن حصل خلل في الصوت والصوت الأصلي الوحيد طلع فجأة وكشف اللعبة. الناس فهموا ان كل ده تمثيل وان وحيد مش خليجي ولا حاجه، وكل اللي كان في الفيديو خداع. وحيد مسيحي اب عن جد. لقيت النفوس اللي بتتغير، الناس اللي بيقبلوا المسيح من كل البقاع، من السعوديه، من مصر، من الاردن، من المغرب، من الجزائر، من سوريا، من العراق، من ألمانيا، من هولندا. إزاي ربنا غيرهم وغير حياتهم وغير أفكارهم وقبلوا المسيح. بالنسبة لأحبائي المتنصرين بمنتهى الصراحة، أنا بعتبر أن من سنة 2001 هي خدمتي الرئيسية، خدمة المسلمين والمتنصرين، مش المتنصرين، المنتصرين، العابرين من الظلمة إلى النور. وبقول إن عبورهم ده أكبر من عبور خط برلين. معنا الأخ مكافح الإسلام. أهلا أهلا بيك، مرحبتين، تفضل شرفنا وأمتعنا في مكافحتك في لهذا الخداع. برافو، تفضل شرفنا وأمتعنا في مكافحتك
لهذا الخداع. تفضل. برافو برافو. برتفع سيدك ليه؟ الرب يباركك ويبارك حياتك. امين. يعني وانت اتخرجت بتقرا في القران بتسمع الكلام ده؟ لا اريد هو ده. تفتكر الحاجات دي لاول مره انا بشوفها؟ لا انا سمعتها كتير وقريتها كتير وكل حاجه. يعني لبسط كنت بقول هو ده. ما ارجع اقول الايه بتقول في الاول، في ايه تانية بتقول الرجال قوامون على النساء، فما كنتش بعترض بقول ده كلام الاله اللي انا بخاف منه. خوفا من تهديداته في القران، يعذب من يشاء ويهدي من يشاء، فلازم افعل ما هو يشاء. عن محمد الحديث يقول لم يكذب إبراهيم عليه السلام في شيء قط إلا في ثلاث. ده إله عادل ينظر إلى المرأة والرجل بقيمة إنسانية واحدة. لا أعتقد يعني أن لا شك إنه الوحيد الذي يستطيع أن يضمن لك نجاة من الخطية، لأنه الوحيد. مع ذلك زوجها طرفة عين ألقيت في الدرك الأسفل من النار إلا أن تتوب وترجع. لكن حينما يتكلم في الكتاب المقدس عن نسلك واحد، ويأتي الوحي الإلهي بتوضيح نسلك الذي هو المسيح، هنا نفهم البعد. وقفة عجيبة جدا هنقرأها محمد إلى المسلمين يعني. طبعا. طيب دعني أنتقل إذا سمحت لجناب موضوع آخر، يعني حديث وجدته في كتاب مكارم الأخلاق للحسن بن الفضل الطبرسي صفحة. النهارده لما يكون في عمال بيعملوا في مبنى ويوميا يعملوا من الساعة الثامنة إلى الساعة مثلا الخامسة مساء يوميا، يعني حديث وجدته في النهارده لما يكون في يعني حديث وجدته في يعني حديث وجدته في يعني حديث وجدته في حديث وجدته في ومعزز. أنا بشكركم لهذه الاستضافة في برنامجكم، وأتمنى لكم دوام النجاح والتأثير من أجل خاطر المشاهد العزيز. طيب يا ترى تبريرك إيه للتمثيل اللي بيحصل ده يا زكريا بطرس علشان تنصر دينك بالكذب وتضحك على النصارى وتقول لهم إنك بتجيب عابرين؟ بفرض إن هو وحيد ولا مش وحيد وفرض كل حاجة هم عايزين يفرضوها، ما فيش مشكلة، مش دي القضية. القضية على الموضوعات التي أثيرت. ده السؤال، ليه التهرب دايما تحت أي صورة وتحت أي شكل؟ المايك مقفول عندي، المايك أغلق بعدك، المايك بتاعه يعني. طب معلش مش مشكلة، معلش حبيبي. لا اللي أنا عايز أقوله يعني أشكركم كلكم لمشاعركم كويس، أشكركم. يعني اللي أنا عايز أقوله إن المسلمين دايما يدوروا على منفذ للتهرب، أي حاجة يفتح ده أي هو ده وحيد. طيب يا سي هو وحيد، ها خلاص عرفنا. ها ايوه بيتنكر ليه؟ بيتنكر هو اللبس كمان اللي هفترض انه وحيد وحاول اللبس، هو اللبس حصر على بني ادم؟ ما الانسان بيقدر يلبس اي حاجه. طب والعربي اللي هو لابس اللبس ده مش لما بيروح اوروبا بيلبس بدله؟
ببنطلون ولا حيغنوا له لبسوك الزعطلون حتعملها منين يا ابو حسين؟ يعني هو حر يعمل اللي هو عايز يعمله، اللي عايز يلبس يلبس واللي عايز يقلع يقلع، دي ما هياش مش يعني. هو انت بتكذب وكمان بتفترض ان ده وحيد او مش وحيد؟ وعلشان يهرب من الموضوع بيقول ان المفروض يتم التركيز على الموضوعات التي اثيرت. والله كل الإخوة والعلماء الأفاضل ردوا على كل شبهاتك وافتراءاتك وكذبك ووضحوا تدليسك بالأدلة. بيقول اللبس الخليجي اللي كان لبس وحيد مش حكر على الخليجي بس، يعني وحيد يلبس اللي هو عايزه. طبعا طبعا يا مدلس يلبس اللي هو عايزه، بس ما تقولش للنصارى انه كان عابر وخليجي. فهل وحيد خليجي عابر؟ وحيد باعترافه نصراني أبا عن جد. وحيد مسيحي أب عن جد. وحيد مسيحي أب عن جد. يعني العبرة مش يلبس أو ما يلبس، العبرة إنكم كذابين. وهل ده طبيعي إن واحد منصر يلبس ملابس مسلمين وهو بيكرههم وبيكره النصارى فيهم؟ وهل من المعقول والطبيعي إنكم تجيبوا واحدة مسيحية تلبسوها حجاب ونضارة وتقولوا عليها كانت مسلمة وتنصرت؟ كل اللي احنا شفناه ده والتمثيليات المكشوفة دي بتوضح لنا حاجة مهمة جدا، ان كل قصة تنصير بينشروها على قنواتهم كلام كذب. وكلام للنصارى، انتم ازاي بتثقوا في واحد زي ده وتقولوا عليه ابونا وقدس ابونا وهو بنفسه بيعترف انه كذاب؟ واضح جدا ان التمثيليات دي موجهة ليكم يا نصارى علشان ما تدخلوش في الاسلام، وان التمثيليات دي مش موجهة للمسلمين. في النهاية الموضوع ده بيوضح لينا قد ايه الشخصيات دي بتعتمد على التمثيل والكذب علشان تضلل الناس. تمسكهم بالفضايح ومحاولة التبرير بأي شكل بتكشف حقيقة نواياهم. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم، وكمان اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.